الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو انزل عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل أشد وأقوى ومكيلا إن لك في النار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله فادخر وكيلا واصبر على ما يقولون واجرهم أجرا جميلا وذني والمكذبين وللعبة ومهنهم قليلا إنا نتينا كان وجحيما وطعاما ذا وصل وذابا عليما يوم ترجف الأرض والجبال وكان جبل كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم وما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذنا وأخذا وبينا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء فاتر بك نعده مفعولا إن هذه تذيرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يظلمون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر من وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وعظم أجرا واستغفر الله.